السلام عليكم خاوتي الزول، تحية لكل شاب زائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم قناة أوروفينك دي زد، قناة أخبار كرة القدم الجزائرية وخاصة الإفريقية والعالمية ومحاربة الفساد الرياضي بكل أنواعه. ولسنا تابعين لأي طرف، وتحية عاطرة. رمضان مبارك لكل الأمة الإسلامية وخاصة شعوب المغرب تونس ليبيا وموريتانيا. حصة اليوم خوتي نتكلموا على الدرابكي. الدرابكي واحد الفيديو تاعه كان عندي يتكلم ويستهزئ بالناخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش، ويستهزئ من تشكيلة بوليفيا، ونفس الشيء على يقدر يقولها على تشكيلة جنوب افريقيا اللي لعبناهم المباراة. قال لك بلي هذه التشكيلة تبع الماضي وتشكيلة كذا. نسمعوا واش قال، ولكن للأسف فإن لم تستحوا فافعلوا ما شئتم. ما فهمتش والله، ما فهمنا حاجة. الفكرة أنا أقول بأن التشكيلة التي دخلت يوم أمس 100% تشكيلة بالماضي. إبراهيمي لعب مع بالماضي، جويري لعب مع بالماضي. إذا أردتم أن تغيروا منطقة خرج من قائمة، فنحن نتكلم عن الأسماء اللي بدأت الدورة. إبراهيمي لاعب كان اشتغل معه بالماضي على مدار سنوات، جويري كان ذاهب معنا إلى كأس إفريقيا لولا الإصابة. إذا تريدون أن نحول الكرة إلى مربعة الشكل، أنا أقول بأن 90% غير بيتكوفيتش التشكيلة. إذا أردتم الإبقاء على الكرة وهي مستديرة الشكل وكروية الشكل، التشكيل الذي دخل به بيتكوفيتش 100% اشتغل مع بالماضي. دعكم من الذهاب إلى الأمام وأنتم تلتفتون إلى الوراء. اذهبوا إلى الأمام. صافي نحوش نفهم تاع تشكيلة بالماضي، تاع الماضي، هما اللي كنا صورت قبل الماضي، فحاوشوا نفهموا بالماضي. ما فهمتش انا. قلنا بلي السيد هذا جا غادي يخدم هذا لونترينار، باغي يجدد ليكيب ويجدد التجديد، ولكن ما قلناش بلي غادي يستغني على اللاعبين اللي كانوا معاه بالماضي. اما بالماضي من داك كوب دافريك 2019 كان عنده 6 mois من اللي جا، شازاد تفكروا شازاد زاد بالعمري، وزاد يوسف بلايلي، وبوداوي كان روبلاسون. صح ولا ماشي صح؟ 99% التشكيلة كانت وقت روراوا، لكن ما نقولوش بلي روراوا جاب كوب دافريك. روراوا ساهم في هاد التشكيل اللي جابو، باسكو هو اللي كان يجيبو اللي دار القانون تاع الباهاماس، لكن ما قلناش هاد ليكيب دارها غوركيف ولا حليلوزيتش. ما قلناش، قلنا بالماضي جا واجتهد واشتغل وجاب لنا النجم كما تقولوا انتم النجمه، هذا النجمه نجمتونا بها، جاب لكم كوب دافريك وخدم وتمشات له بصحته. من بعد ما مشاتلوش هذا ما كان. بيتكوفيتش غادي يجي املا هذا اغويري ولا هذا ابراهيمي، ولدهم بالماضي، ولاده ورباهم وفورماهم، ولا هو كان قاد مركز التكوين تاع الجزائر فورماهم في حياتهم. كنا ما تعيش غير هذا. باركونا بيتكوفيتش جا يخدم سي بون، جاب 4 ولا 5 اجوال، يحاول يدير التجديد وينحي الكبار بشويه. هذا ما كان. اذهبوا الى الامام، دعوكم من هذه التحليلات ومن هذه المعطيات ومن هذه التصريحات. اليوم نتحدث على مباراه بوليفيا ولا نتحدث على ماك. هذا مريض بجماعه الهداف ومريض برافق واحد، مريض بهم مرض كينيابا وريض عباس، مريض بهم مسكين، مرض مزمن. يقولوا مسكين ما يجي يعلق عليها. مباراة بوليفيا بخلفية كأس إفريقيا الأخيرة، لو ذهبنا في هذا الاتجاه سوف لن نتقدم يا عباد. التشكيل الأساسي الذي دخل به بيتكوفيتش 100% تشكيل كان يشتغل به يعني معه جمال بالماضي عندما يغيب إبراهيمي وفق عدم تلبيته لدعوة الناخب الوطني، وعندما يغيب جويري بداعي الإصابة. هذا لا يؤدي بنا إلى القول بأن هذين اللاعبين جديدين أبدا. الجدد هم 5 لاعبين لا أكثر ولا أقل. عندما تريدون من 5 لاعبين أن يمثلوا نسبة 50% في 31 لاعب، علي أن أعيد حساباتي في الرياضيات من الصفر وأنطلق إلى الأمام. لذلك أنا أقول بأن حبك مدى تاع الثقافة تاع الرياضة
شكون قال لك 50%؟ ولا قال لك غادي يجدد التعداد ومنا التشكيله تجدد وراه يجدد وراه يخدم مسكين. بصح ما هذا ما قلنا لاش بلي ترد كاع اللي كانوا مع بالماضي، وبالماضي مجا 2019 لقى ايكيب سي بون، علاش راك دير في التحيحي والتباهدي؟ ما لقيت ما تهدر، ما لقيت والو. راه باينه باينه بلي مول ماشي على الفيزيت قد باطك الحمى. التشكيل الذي دخل به بيتكوفيتش هو تشكيل أساسي 100%، كنا نشتغل معه في اليوم علينا أن نتحدث وفق معطيات مستقبلية. قلنا يجب أن نكون مع بيتكوفيتش ونقف مع هذا الناخب وهذا المنتخب أو المنتخب، لأننا نريد أن نذهب إلى الأمام. اليوم إذا أردتم أن نذهب إلى الأمام وفق هذه العقلية وأيضا وفق ما تم تداوله في الأسبوع الأخير، هناك لاعب يرفض الالتحاق ولاعب انسحب، دعوكم أيضا من هذا التشكيك في وطنية بعض اللاعبين. اللاعب الجزائري الذي لبى دعوة المنتخب الوطني يمتلك عقد معنوي مع الراية الوطنية ومع المنتخب وليس مع الأشخاص. اليوم بالماضي، غدا بيتكوفيتش، بعد غد ليكن مدرب ثالث رابع خامس، المهم هؤلاء اللاعبين سوف يلبون الدعوة، ولا علاقة لهؤلاء بأشخاص معينين. الذين يتحدثون على هذا المنطق ما زالوا يشوشون على المنتخب الوطني حتى ونحن نحاول طي صفحة الماضي والذهاب قدما نحو الأمام. هيا تفهم معاه درك، هذا الانسان تفهم معاه تضرب كيقول لك. ديك النهار قالوا لي جاب كالكيلاتيس، قال لهم بلي بيتكوفيتش دار 16%، ما عرفت هذا جاب ماشينا كالكيلاتيس قال لهم لا 16%. بصح باين سقسيك وعلى ما لي الجوال يلعبوا مع الماضي مشو ماهم جزائريين اكثر تحاجوا تشوف كان لهم لا وطنيين عقد معنا. واه بصح فهم روحك، علاش تروح الناس قالت بلي راه يجدد وعهد جديد ما عجبتكمش ما عجبتكمش اللي يقعد بالماضي ولا نديرو حنا معارضه، معارضه تاع خرشف، معارضه تاع كرتون حام بغا مد البوكال كي يقول سميه لي عليوات منا لقى روحه يحلل ومنا بيحاقد على تتلع الناس على جالهم يجي يخلط نورمال. فإن لم تسمع بصح دريبكي واش داخلك؟ هاك تخلط دريبكي علاه؟ ما تسمح باش عما كنا نقول نتقرع بك دريبكي، اسمع على بالي انت تقرعيش عباك من هبة ودب رجع يخرج يقول لك انا محلل رياضي. والله ما فهمت، وجاب هذاك مسكين بويش يتبع وهذاك محلل هذوك جوج صحافيين مساكين يتبعوا الرابحة هاي ما عندهم حتى علام. قال لك بلي التجديد وتشكيلة بالماضي، ما رجعنا ديك الغنية تاع رورا ولي بحكم ضعفي كل 2019، لا لا ربحها بالماضي بصحته، ولكن على بالنا بلي رورا خدم البهاماس شارك بنسبة قليلة. وقول بلي هاد اللاعبين الجدد جابهم بالماضي، هذا قويري هذا ايتنولي في عهده ربحنا ثلاثة ولا أربعة جوار جدد ماشي مشكل، بصح ما عرفش كيوظفهم جاب بصح جابهم على جال الشعبوية غاديني معاك. وبلي آيت نوري قويري فلان فلتان جابهم رامز الروقي فلان فلان جاو في عهد بالماضي ماشي مشكل صافي بليزير جاو في عهده، بصح جاو للجزائر بصح ما عرفش كيوظفهم تكتيكمو ما عرفش. كانت عندها أحسن تشكيلة في أفريقيا بصح ما عرفش كي يوتيليزيها. إن شاء الله هاد الأونترينور يعرف كي يوتيليزيها إن شاء الله، مادا بينا ما نسبقوش الأحداث. انا ما غاديش نقول لكم بيتكوفيتش فور قوه اقليميه وطوطوطا من انا بيتكوفيتش نحكم عليه في كاس افريقيا في المغرب ونحكم عليه في كاس العالم. اذا راح وصل بعيد عارفوا بلي مدرب ونجدوا له باذن الله، ما مشاتش يروح لظهرو هذه سنة الحياه. انا ما بقاش نقدسو كيما الهيشر ولا خوتي انا نتكلموا على الامر تاع 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 الدرابكي باللي نقولها مسكين بصح رمضانك و ولا غالب انا حاسين عاوكم هربت لكم الحياه وتحوسوا ديروا لنا بورتكي، ولكن القطار مشى القطار مشى ونرجع ترجعوا تتوبوا غادي تولوا ضحوكه الله غالب. تحيه لكم خوتي 1 2 3 Viva l'Algérie.